استكمالا لاخبارنا، اعلنت قائمه مهندسون في حب مصر خوضها انتخابات نقابه المهندسين المقرر لها في الرابع من مارس المقبل، ببرنامج يهدف الى تقديم المزيد من الخدمات والامتيازات لصالح مهندسي مصر. نتابع هذا التقرير ومنه الى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اكثر من 800,000 مهندس عضو بنقابه المهندسين على موعد في الرابع من مارس المقبل مع انتخابات يتطلعون خلالها إلى المزيد من الإنجازات والامتيازات. وللمرة الثانية تتقدم قائمة مهندسون في حب مصر إلى انتخابات نقابة المهندسين ببرنامج طموح يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لجموع المهندسين والاستمرار في دعم المشروعات القومية استكمالاً لما بدأته القائمة منذ 4 سنوات. أول حاجة بتهمني يكون بالنسبة للشباب الخريجين إن إحنا الدورات التدريبية والمنح التدريبية اللي هتم تنفيذها بالنسبة لهم اللي هي بتديهم فرصة لتجهيز لسوق العمل. نمرة 2، عملنا بورتال توظيفي في نقابة المهندسين وتواصلنا مع الشركات ومع الجهات الطالبة زملاء مهندسين سواء في مصر أو في الخارج، علشان وجالي امبارح من هيئة الطاقة النووية مجموعة طلبات بالنسبة للمهندسين بيتم حضرتك عرضها على البرنامج الخاص بالتوظف في نقابة المهندسين. أهم حاجة اتعملت للشباب في الفترة السابقة هي موضوع التعليم الهندسي وما تم بذله من السيد النقيب المهندس هاني ضاحي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم في هذا الملف الذي شغل الكثيرين، وتم إنهاء الحمد لله بإيقاف إنشاء المعاهد الهندسية لتقليل أعداد الخريجين ليكون حجم الخريجين يتناسب مع سوق العمل والمستهدف في سوق العمل العربي والإفريقي. تحسين دخل شباب المهندسين كونهم يمثلون 50% من أعضاء الجمعية العمومية والعمل على توفير فرص عمل لهم أحد أهم أولويات قائمة مهندسون في حب مصر، بالإضافة إلى تطوير ملف الرعاية الطبية وتنمية موارد النقابة وتحقيق الأنشطة النقابية في كافة النقابات الفرعية ودعم صندوق المعاشات. أنا استلمت الصندوق من 2019 كان في حوالي 30 مليون جنيه. النهاردة الميزانية اللي احنا هنعرضها الأسبوع الجاي بتاعة 2021 فيها 130 مليون جنيه. اشتغلنا على الدمغة الهندسية، كان عندنا موظفين بيروحوا للشركات تجيب الدمغة الهندسية، حققنا السنة اللي قبل اللي فاتت 250 مليون جنيه دمغة هندسية بتخش مباشرة لصندوق المعاشات، والسنة دي محققين 268 مليون جنيه برضه هتخش صندوق المعاشات. طورنا معظم النقابات، بنينا وطورنا أيضا كافة النوادي على مستوى جمهورية مصر العربية. منذ قليل الزملاء في إدفو بعتنا لهم جواب الموافقة على تخصيص 1000 متر لعمل نادي، وكلمتهم مباشرة والناس سعداء جدا بيشكروا هيئة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين لسرعة استجابتهم. يعني بالنسبة لينا كمجلس حالي فعلا قابلنا أو بذلنا مجهود كبير جدا، قابلنا تحديات كبيرة جدا. استلمنا النقابة طبعا سنة 2018 كان فيها عجز في صندوق المعاشات، كان في ملفات كتيرة جدا غير مكتملة. الحقيقة بذلنا مجهود كبير جدا في التعامل مع نقابة المهندسين كانت كمؤسسة اقتصادية بتخدم حوالي 800,000 مهندس. كان لنا طبعا خطة واضحة تتركز فيه على تنمية موارد النقابة وترشيد وتنظيم المصروفات. ما بنضغطش مصروفات، ده احنا بالعكس احنا زودنا المصروفات على أنشطة النقابة في كافة المجالات. شجعنا الاستثمار في مجال التدريب، شجعنا الاستثمار في مجال الإسكان. كان في مشروعات كتيرة جدا في الإسكان كانت متوقفة من عشرات السنين، قفلناها وطرحناها للسادة المهندسين وأنشأنا مشروعات جديدة. نقابة المهندسين بالنسبة لنا كمهندسين هي بيتنا، هي أهم حاجة بتمثلنا، وبنشكر بشدة المهندس هاني ضاحي على موافقته على الاستمرار في تحمل المسؤولية. كما تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدفع بدماء جديدة في مختلف المجالات
حيث تنافس ولأول مرة في انتخابات نقابة المهندسين بخمس مقاعد. سبق لنا المشاركة والتواجد في جهات تنفيذية مثل مجلس النواب، مجلس الشيوخ، نواب محافظين. المرة دي إن شاء الله نزلة لما نقابة المهندسين من صقل ومن أقدم النقابات الموجودة. احنا عندنا خمس مرشحين كما هو معهود على تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، ان هي لديها كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وكوادر قادرة ان هي تخوض كافة الاستحقاقات وتنقرض في المجتمع. يمكن عندنا تجارب سابقة في مجلسي النواب والشيوخ بترشح زملائنا من الشباب، ودي سابقة لم تحدث. الانتخابات اللي موجودة دلوقتي مع المهندس هاني ضحي، زي المهندس هاني ضحي ما قال، ان احنا بنتكلم تقريبا في من 40-50% من الشباب بيخوضوا الانتخابات على القائمة، ودي نسبة كبيرة جدا بتقول ان احنا عندنا تمكين لمجموعة شباب كبيرة بتقود النقابة في الفترة اللي جاية وفي الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها النقابة والخدمات المهنية. ومن المقرر ان تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف اعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف اعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري. ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس القادم هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس المقبل الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.